إلى حائط مسدود وصلت دعوات الكاتب الصحفي شريف الشباشي لخلع نساء مصر الحجاب لتصطدم بآراء المتشددين والمتحفظين بين شرائح الشعب المصري تارة وآراء شيوخ الأزهر الذين وجدوا في دعواته فتنة من شأنها إهانة المرأة المصرية تارة أخرى، متجاهلين كونها دعوة وجهها الشباشي إلى نساء يرتدين الحجاب بغير إرادتهن ودون ما اقتناع، ليستشعر الشباشي بعدها بخطر على حياته بعد كم من الاتهامات التي وصلت إلى حد التهديد بالقتل من أشخاص مجهولين. ومن باب الغرابة أن تهديدات كهذه لم تتعرض لها رائدة حركة خلع البرقع هدى شعراوي في العام 1921. فكان لهذا الحدث وقع الزلزال في مصر ويؤرخ به للتحرير الحقيقي للمرأة. أعلم تماماً أن الإسلام السياسي اتخذ من الحجاب حصان طروادة للوثوب والوصول إلى الحكم، واتخذ من الحجاب رمز وشعار وراية، والدليل على هذا كل هذا السعار اللي موجود دلوقتي لمجرد أن أنا بقول المرأة حرة أن ترتدي الحجاب أو لا ترتديه. فهذا الإسلام السياسي كان يعتبر أن كل امرأة تتحجب هي خطوة لوصول الإسلام السياسي والدولة الدينية إلى الحكم. أنا بقول النهاردة كل امرأة تخلع الحجاب هي تراجع، خطوة تراجعية للإسلام السياسي. تم تشويه دعوتي تشويها مغرضا، وقيل أنني أطالب جميع النساء بخلع الحجاب. أنا لم أقل هذا إطلاقا. أنا أقول أن السيدة أو الفتاة أو المرأة التي ترتدي الحجاب عن قناعة كاملة فمن حقها، ومن طبعا لا يجرؤ أحد أن يضغط عليها لخلع الحجاب. أن أنا أتهم كل هذه الاتهامات وأهاجم كل هذا الهجوم في كل وسائل الإعلام، أنا توقعت بعض الهجوم لكن بهذه الصورة المرعبة. أولا كما قيل لي من كبار الإعلاميين، مفيش بيت في مصر، مفيش مقهى، مفيش مطعم، مفيش مكان خاص أو عام لا يتحدث في هذا الموضوع، وهذا انتصار لدعوتي في حد ذاته. لكن تشويه الدعوة هذه الخطورة. زمن أن ما يقوله الشيخ المعمم لا يناقش، هذا الزمن انتهى الحمد لله. الناس فائت، قعدت 40 سنة عاملين تخويف وإرهاب، النهاردة هذا الزمن انتهى إلى غير رجعة. دعوات مماثلة أطلقتها الكاتبة الصحفية فريدة الشباشي التي تقول إن الحجاب ليس فرضاً من فرائض الإسلام على الأنثى، معتبرة أنه انتشر مع انتشار أفكار الإخوان والسلفيين وهم من روجوا إلى ارتدائه. الشباشي المعتنقة للإسلام في الستينات حضرت خصيصاً من القاهرة، فماذا ستقول الليلة في للنشر؟ بس ليش عم تضحك يا أول شيء؟ بضحك على الكلام يعني كله. ايه اللي مش عاجبك؟ لا مفيش، مش عاجبني. انا برضو مندهشه يعني كلام شريف. انا فهمها كويس جدا يعني، لانه في حاله من الجنان، يعني في جنون فعلا. كانه الحجاب ده موقعه بها سيكون الاسلام او لا يكون. سنناقش يعني هذه المساله، بس خليني اعرف المشاهدين عن حضرتك، مع انه حضرتك معروفه. الله يخليك. السيده فريده الشباشي هي اعلاميه وكاتبه وناشطه اجتماعيه، ومعنا الشيخ يحيى البريدي رئيس جمعيه الابرار في البقاع، وراح يكون كمان معنا من القاهره الشيخ سيد حسين. تفضلي. هل هي ثوره على الحجاب مثل ما تاخذت؟ انا بقول ايه، شوفي عشان تعرفي، في يعني كان في حاجات مغرضة ومغرضة بشكل الحقيقة فج، ولا يتسق ولا يتفق مع تعليم الإسلام. يعني مثلا الشريف قال زي ما شرح دلوقتي إن اللي يعني مغصوبة إنها تلبس الحجاب تقلع، لأن ما فيش ذكر ربنا اللي فوق ده قال لا إكراه في الدين. يبقى لا إكراه في الدين وفي إكراه في الحجاب يعني. وبعدين ما ترقي يعني الرجل اللي عايز يمارس سلطته ما يمارسها بجادلهم بالتي هي أحسن. هي ثورة لإصلاح الدين يعني؟ لا، الإصلاح الدين يعني إيه؟ يعني إحنا كلنا مش متدينين بقالنا 1400 سنة من ساعة الرسالة، أكتر من 1400 سنة، ودلوقتي في الألفية دي اللي كلنا اشتعلنا نار وبقينا مشهد محزن
لاقي لي حته تانية في العالم الناس كل يوم بتقتل بعض فيها عشان ده شيعي وده سني وده قبطي وده مسلم وده علوي وده درزي. انا مذهوله، انا عشت ايام الوحده، ايام ما احنا في خيمه عربيه بتظلنا، الخيمه دي العربيه ما في دول تانية ما اردوغان مسلم يعني ده يحكمني بقى عشان انه مسلم؟ لا، انا شخصيا رايي ان اللي يحكمني عربي. نعم. انا رايي كده، اللي مش عاجبه بقى يروح هو الاردوغان، انا لا مثلا. بس خلينا نفوت معك فضيله الشيخ بقصه انه الحجاب هو حصان طرواده اللي بدنا ندخل فيه للمجتمعات ونحوله. الاسلام السياسي عنده اهداف وكل وحده محجبه مثل ما قال الاستاذ شريف بالروبورتاج، كل محجبه اضافيه هي خطوه اضافيه لاحلال او لنجاح الاسلام السياسي. الاسلام هو دين الله سبحانه وتعالى انزله عقيده واحكاما، ومن هذه الاحكام الحجاب. هو فرض يعني؟ هو الحجاب فريضة لقوله تعالى: وقل للمؤمنين للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فالله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين عليهن من جلابيبهن. والعمل، هل هذا يؤكد انه هذا فرض؟ لا، انا درست شريعه اسلاميه. نعم. في كليه الحقوق سنه من 62، خرجت 66، عمري ما شفت ان الحجاب فرض. وعايزه ارد على يدنين خمرهن على جيوبهن، معلش انا مش حاضره لاني بتاع. انا عايزه بقى اقول تفسيري اللي انا قلته لله يرحمه الشيخ سيد طنطاوي الامام الاكبر شيخ الازهر، وكان عندي شهود لان هو توفى. أصل هي تحسب التفسير. الموضوع ليس موضوع أن يجتهد شخص اليوم أو أن يأتي شخص له هدف تدميري للدين لأن يشرع من جديد تشريعات جديدة. التشريع جاء، والعمل الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام ومجتمعه الأول، زوجاته وبناته السيدة فاطمة والسيدة خديجة وغيرهن وغيرهن وغيرهن، مارسنا العمل. فلا يأتي بعد زمن طويل من يريد أن يحرف الدين باسم أنه تعلم والله سنة أو سنتين أو ثلاثة في مكان ما. لا، بس هدف تدميري يعني ما بعرف يتناقض مع الفهم. أنا عايز أستفسر بس، يعني إيه أنهم عملوا؟ يعني كانوا بيشتغلوا ولا مش واخدة بالي حضرتك بتقول أنهم سيدة فاطمة وعملوا ولا إيه؟ كانوا لابسين الحجاب. كانوا لابسين الحجاب. نعم. أنا عايز أسألك سؤال. نعم. يا فضيلة الشيخ، في راجل في السعودية ما فيش على راسه حجاب؟ ما فيش مشكلة. لا، في مشكلة. لا، في البيئة. فيش مشكلة. في البيئة. قصدك المرأة يعني. الحجاب. في البيئة طبعا. الحجاب. ما الإسكيمو مثلا حاطين بتاع ده ومغطين وشهم وراسهم وكل يعني حاجة. يعني هل بتعتبر هذا كراهة؟ بتعتبر هذا كراهة؟ ده زي بتاع منطقة. أنا مش قادرة أفهم إيه اللي حصل فجأة. فضيلة الشيخ بيقول إنه من زمان وهو كده. ايه اللي خلاه طلع دلوقتي بقى مساله حياه او موت؟ انا ارفض ان حد يحكم عليا حسب لبسي، لان اللي بيحكم عليا حسب الزي ده هو بني ادم زيي، لان اللي يحكم هنا وحده يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. هي اللي هنا ده اللي فوق بقى، انتوا حطيتوا نفسكم حكم. ان ممكن اكون لابسه ده ومش كويسه، وممكن اكون مش لابسه وماشيه مستقيمه، وانا بتكلم عن قناعه وعن ماضي ليا وتاريخ اللي عايز يدور فيه يدور. بس الدعوه الى خلعه اذا كان بالاكراه، شو الغلط فيها؟ الدعوه لخلعه اذا ما كان بالاكراه وضع. بالاكراه. أولا الاكراه، يعني بدنا نوضح شيء مفهوم اساسي. اذا كنا نتكلم من منطق ديني، فالتشريع هو تشريع الله، لا يحق لاحد ان يتعدى على الله بالتشريع. بس لا اكراه في الدين. لا إكراه في الدين، والله سبحانه وتعالى لا إكراه من باب القهر العباد، إنما ترك لهم الخيار في الاعتقاد. الحمد لله. أما موضوع أن نحن أكرهنا الناس، هذا لم نكره الناس، ولكن الدعوة لخلعه هي مخالفة للأديان السماوية الثلاثة، للإسلام وللمسيحية ولليهودية. والدعوة بخلع الحجاب هي تسير الآن لمحاربة الإسلام، لأنه سلوك إسلامي، سلوك ديني، سلوك أخلاقي. يراد الآن لأمتنا ولدعوتنا أن تنتزع الحياء منها وأن تخرج من طور
السلوكيات الفاضلة التي جاء بها الرسل الإسلام ومن قبله لأن نسير وراء الآخرين. لذلك لا يوجد أحد أكره بالإسلام. أنت مسلمة الآن، هل أحد أكرهك بالمجتمع الذي نعيش نحن فيه؟ هل في مصر، هل في مصر الآن من يكره أولاده؟ أيوة. هناك من يكره، وهناك والرجل العربي لأنه هو مقموع فبيقمع المرأة العربية. المرأة العربية خلينا نحرر الرجل العربي قبل مقموع. لنحرر مقموع. الرجل العربي قبل هقول لك ليه مقموع. الرجل العربي ما عرفش ينتج ألم زي ده من السياسات الخاطئة، من السياسات الخاطئة التي سلكها من تنتمون إليه اليوم. بيكلمني دلوقتي عن أنه دعوتنا يا أخي، خلي دعوتنا للإنتاج، للإبداع، للابتكار. ده احنا كنا في العصور الوسطى كنا رمز الحضارة. دلوقتي بقينا إيه؟ كل حاجة بنستوردها من الخواجة الكافر اللي مراته مش محجبة. يعني خلينا برضه خلينا نعتبر انه هيدا الشيء وهيدا الشيء يعني تاني. لا هذا نخرج عن الموضوع. بس قلت حضرتك لا، قلت حضرتك انه لا، هي عم بتقول انه يحارب التقدم بشكل او باخر. يعني نحن الحجاب يحارب التقدم. هي من تقول الغصب. بس في سؤال في حضرتك قلت نوعا ما انه كانه الاكراه ليس اكراها بما انه هو فريضه وشيء من هذا النوع. بس كمان يعني لما تجبر بناتك او تجبر زوجتك انها توضع الحجاب وهي غير مقتنعه، يعني هي تلبس شيء ترفضه، هيدا بهالمحل ما في كمان حكم لمن يفرض؟ شوفي، ما هذه دعوة ليس لها وحقيقة على الأرض. إنما موضوع الحجاب هو التزام شرعي، والدليل أن مسيرات بس الأولوية عدم الإكراه أو وضع الحجاب. لا الأولوية عدم الإكراه. الأصل هو إن إما آمنا نعم. وإما لم نؤمن. إذا آمنا يجب أن نلتزم بإيماني. أنا دخلت إلى بلد ولهذا البلد قانون، الآن لهذا البلد قانون، علي بمجرد ما دخلت أنا هذا البلد علي أن ألتزم بقانون هذا البلد. يعني هو خارج عن الإيمان هذا الشخص عم تعتبر أنت إذا ما وضع الحجاب؟ لا ما قلت أنا هذا الكلام. قانون أن يضع الحجاب؟ هذا عاصي بنسمين احنا. المرأة التي لا ترتدي الحجاب هي امرأة عاصية خالفت أمرا من أوامر الله عز وجل، وعقوبتها على الله عز وجل. أما نحن كدعوة الآن، نحن ندعو الناس لأن تبصر الحجاب وأهميته في الحفاظ على الأسرة وعلى المجتمع. وليس صحيحا ما ادعته أنه عائق في وجه الحضارة. أنا بلاقي عن تجربتي، أنا عشت برا وكنت يعني بأعتبر مثال للأخلاق والاستقامة والشرف والأمانة، واضطردت من شغلي برا وأنا كاتبة كتاب اسمه كاتم صوت على التجربة دي، لأني رفضت أعمل انترفيو مع شيمون بيريز اللي الصديق العظيم بتاع مرسي واللي تمنى لبلاده الرغد، عشان تعرفي الواحد يتجنن ولا لا. والحاجة التانية إن أنا رفضت أعمل أمرر انترفيو مسجل لسلمان رشدي اللي أهان القرآن. أنا في بلد أجنبي، خدي بالك، استني بس فضل. أنا ما كنتش لابسة حجاب بس كان قلبي في الإيمان. مين أنا الحجاب ده سهل قوي إن أنا أشوف واحدة بحجاب أقول يا سلام ملتزمة، وطلعوا لنا حكاية ملتزمة. وبعدين ده بس في 40 سنة بتوع الإخوان، ما نعيش في الستينات كنا بنلبس من هدف سياسي يعني. طبعا هدف سياسي. وصلوا للحكم وفشلوا، الحمد لله كان لازم يفشلوا، لان ما فيش حاجه اسمها قمع. تقمعي المجتمع بحاله، تغيري الثقافه والهويه المصريه بحالها، ما انت عندك منديل بقويه، ما بتلبسش منديل بقويه ليه؟ انا بشوف ناس بحزن في مصر لما اشوف واحده لابسه ازدال افغاني. ليه افغاني؟ ليه؟ كم المكرهات كتار برايك؟ نعم. كم المكرهات كتار على طبعا هقول لك مثل بسيط جدا. الأول طبعا دخلوا في إنها حرية شخصية. طيب أوكي، ما هو دايما كده بتتسللي بالحرية الشخصية. وبعدين طلع شرع وفرض ودين وكل اللي أنت عايزاه. ده كل ده في السبعينات لما أمريكا كانت عايزاهم يحاربوا الروس في أفغانستان. إنما المصيبة الكبرى النهاردة إنك أنت في المدارس أنت بديتي تعملي فرز طائفي في المدرسة. ده لا يجوز. فرز طائفي مش شويه مبالغه، اقصد فرز طائفي. لا خالص. ازاي؟ هاتي اي صوره لاي مدرسه حكوميه في مصر وشوفي الطفلات اللي عندها 5 سنين و6 سنين ومحجبه. طب ما هي اللي جنبها بقى لو طفله مصريه مسيحيه، هو انت على الجبهه لما جت اسرائيل ضربت مدرسه بحر البقر اللي فيها الاطفال،
قالت حطوا المسلمين في حته والمسيحيين في حته ولا ضربتنا كلنا كمصريين. بس ما هو على كل الاحوال يعني هالطفله اذا وضعت حجاب او لا، هناك في المجتمع ناس محجبات او لا، ورح تسال المسيحيات لماذا هن محجبات ولماذا غير محجبات. تفرق دي كده انت بتغتالي براءتها، بتقولي لها انت امراه. بس انا بدي اعرف انه في شغله قلتها حضرتك، قلت انه هناك الحجاب هو ضمن قوانين بلاد معينه، ولكن هذا شيء يتعلق بالدين ولا يتعلق بتقاليد بلد معين. مش شوي ازدواجيه انه البعض يخلع الحجاب عندما يسافر ويضعه مجددا داخل البلد؟ لحظه شوي، نحن موضوع انه ان يظهر باكثر من وجه هذا موضوع نفاق. واحد يظهر ساعة صادق وساعة كاذب. نفاق من الرجل تجاه إجبار المرأة، من الرجل، من المرأة، من أي شخص. الموضوع الذي أنا أفهم الآن من السيدة فريدة أنه هي في قلبها غيظ وحقد على المنهج الإسلام السياسي كما تقول، أو على الإخوان. ونحن منقول أن الرئيس مرسي فرج الله عنه هو الرئيس الذي دعا للإنتاج في كل كلمة، ولكن المتآمرين أمثالها وأمثال من يدعمها لتشويه صورة هذا الإسلام، هم الذين انقلبوا، وهم الذين يحاولون أن ينزعوا الفطرة الطبيعية للشعب المصري من مكانته ويضعونها في مكان آخر. وأصدقاء إسرائيل هم الذين يدمرون السكن ويدمرون سيناء من أجل أن يضعوا حزاما حاميا لإسرائيل، وليس من كان يطالب بأن يقف مع الشعب الفلسطيني. لذلك أنا الآن أنا أفهم كلام آخر، ليس نقاش حول الحجاب، هو نقاش حول أنه محاربة لمنهج. الأستاذ طلع ونصب نفسه وكيلا، زي ما بيقولوا نوم وكلاء ربنا، نصب نفسه وكيلا عن الشعب المصري، وأنا أرفض ده ومش هستمر. احنا عرب والشعب العربي كل واحد، مش هستمر في حوار يقول فيه انقلاب على رئيس منتخب وطلعوا له 40 مليون يفوضوه وزهقوا من مرسي ومشوه. احنا احرار في بلدنا. انت حولت الحوار، انت حولت الحوار، انت تتكلم عن الحجاب، هو عايز يسيسه من اول. هو يتكلم لا هو يتكلم عليك وغيظ وحقد ومش عارف ايه. انت اللي بدأ منك ومتغاظ لانك اتكلمت بغل عن ثورتنا. هو يتكلم عن اعتبارات سياسيه ممكن تناقضيها. خليني اتكلم. انا بقول ان الحجاب مش فرض، وبقول ان انا لما ناقشت الشيخ طنطاوي قلت له فليضربن بخمرهن على جيوبهن، الشريعه يا مولانا الفاظ ولا مقاصد؟ قال لي لا مقاصد. كان معايا ناس، قلت له يبقى المقصود هنا، لكن اللي على راسها ده هو على راسها. انا رحت عملت عمره، طلعت بره الحرم النبوي في المدينه استنى العربيه، ما استنتهاش، نطيت في تاكسي، كنت في اول مايو يعني كان المفروض الدنيا ربيع والجو بديع، ما بقتش قادره اقف من حراره الشمس. ما شفتش راجل في السعوديه ولا في المنطقه بتاع الجزيره العربيه ما فيش على راسه حاجه. هلا بتعتبر النساء متجاوبات معك ضمنيا يعني متجاوبات؟ انا شخصيا لا افرض على حد حاجه، ولا رايي انه شو الصدى بالشارع المصري؟ الهشاشه اللي ظهروا بيها ان مثقف مصري لو كانوا ما اتكلموش ما كانش حد حس بيها. قال كلمه يا لهوي كانه شمشون وهد المعبد، هو في ايه؟ بس استاذ شريف بيقول انه بمكان معين انه يدعو النساء ليكونوا بميدان التحرير عم بشيلوا الحجاب اذا كنا مجبرات، يعني بهالمحل معين لمين بيلجأوا النساء المجبرات اذا الكل ما بده يسمعهم؟ اليوم نحن هي الدين رحمة وقناعة في مغالطة. اليوم الشعب المصري كم في من الأخوات والفتيات والنساء يخلعن الحجاب؟ حدا أصل الروس شيء؟ اللي تكلمت عنه أردوغان الآن في تركيا، هل فرض الحجاب على الناس؟ بس بلاد تانية ما بيقصلهم روسا؟ هل فرض؟ بيقصلهم روسا إذا خلعوا الحجاب. إذا كانت يعني معلش، إذا كان الأمر التزام بأمر الله عز وجل فعلينا أن نبين أمر الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام جعله الله قدوة، هو وأسرته وأولاده وآل بيته يسير وسار وراءها. بس هل أنت تفرضه على بناتك أو زوجاتك؟ تفرضه فرضا بغض النظر عن البيئة اللي عايش فيها؟ بناتي لو كنا الآن يناقشنا الحلقة لرأيت منهم التمسك أكثر بكثير مما أنا، لأنه نحن آمنا بالقرآن،
آمنا بالقرآن دينا نزل من السماء، لا يسمح هذا الدين، لا يسمح كلنا نؤمن بالقرآن. بعدين هناك أولويات للإصلاح الديني، يعني عم يصير أشياء باسم الدين أكبر بكثير. لا نحن الآن اسم الدين لا نخلط الأمور. الآن الصلاة فريضة من الله سبحانه وتعالى، فرضها الله. إذا وجدنا واحد صلى وراح سرق، هل يا ترى نقول أن الصلاة هي سبب السرقة؟ ولكن النقطة هي القناعة فضيلة الشيخ، هي القناعة. نحن ندعو الناس لأن تقتنع بالحجاب كدعوة، والآخر يدعو الناس يدعو الناس لخلع الحجاب، فهي تدعو الناس. اللي مغصوبة تحط الحجاب، المكره مش عايزين تحويرها في الكلام. نحن ندعو المغتصبة إن وجدت، وأنا طبعا أنفي هذا الكلام موجود. إلا نادرا، وأنا أقول لهذه الملزمة أدعوها لأن تقتنع وأن تقرأ القرآن من جديد. عايز أقول حاجة بس. حضرتك ربطت الحجاب بمسألة تراجع بالمجتمع وعدم التقدم إذا بدك، وربطتيه بالتحرش، ما علاقته بالتحرش؟ زيادة التحرش، لأنه دول ما بيقولوش أي حاجة في الوعظ الديني بتاعهم ولا في الكلام إلا النصف الأسفل من الإنسان، المرأة، إيد المرأة، شعر المرأة، عين المرأة، صوت المرأة، مش عارف ايه، وقت المرأة هو حاجة تريحهم، ومش عارفة اي واحد فيهم ما كانش له وجود لو لم تحمله امرأة. بس انا عايز اقول نفسي مرة اضبط شيخ منهم، اضبط واحد متلبس بانه بيقول بيعلي قيمة العمل اللي ربنا اعلاها وجعلها فريضة فعلا، وقالوا ربنا بيقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عمرك يعني سمعت شيخ يقول كده؟ احنا عندنا مليون حاجة في الاسلام عايزينها، عايزين الامانة، عايزين الـ 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 الجدية في العمل، عايزين الاستقامة، عايزين ان احنا نبقى عندنا قدرة على ان احنا نبقى مستقلين، ما نبقاش تابعين زي ما عبد الناصر قال، يعني من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية قراره. يعني هو شكل من اشكال التبعية مثل ما عم بتقول، يعني رجال الدين بيركزوا على المرأة وعلى قلت كذا نقطة كمان. انا خطيب جمعة، انا خطيب جمعة، اظن تمر السنة باكملها ويمكن لا اذكر هذا الموضوع، ولكن نحن بنقول مرسي قال فرج الله معظم الفتاوى على المرأة، مرسي قال مصر على فرج الله. نعم لا لا لا، لأنه هذا الكلام يجب أن يرد عليه ولا يجوز أن يمر هكذا. مرسي قال يجب أن نصنع غذاءنا وطعامنا وسلاحنا، فقامت المؤامرة عليه حتى أزيل عليه. قال لك على الحجاب، الحجاب الحجاب ما فيش كلام من ده. الحجاب الحجاب لا يمنع تقدما، تقدمت الأمة كلها عندما كانت ملتزمة بهذا الدين ففتحت العالم وكانت متقدمة. بس هل الأمة في تقدم الآن بظل كل شيء بيجرى باسم الإسلام؟ هل الأمة في تقدم الآن؟ إحنا الوقت شوفي أنت هذا التقدم، بصي عندما بصي أنت لخريطة العالم واحدة. فين الحتة اللي فيها قتل مستمر وغل وحقد وإكراه إكراه إكراه؟ يعني أنت النهاردة لو واحد شيعي مثلا، أنت مالك، أنت مالك؟ أنا كاتبة، أنا كاتبة الكلام ده على فكرة. أنا بلاقي إن كل واحد عقيدته ربنا هو اللي يحكم عليها، مش أنا. أنت محدش مخول يحكم أمام يعني بالنيابة عن ربنا، ولا حد معاه مفاتيح الجنة ولا مفاتيح النار. سيبوا الناس، دع الخلق للخالق الديان. المغالطة الكبرى، مغالطة المغالطة التي تربط أن وكأن التطرف هو مين؟ هو الإسلاميين. ونجد أن من هي يعني تدعمهم أو هي من أتباعهم، المجازر التي تقام في مصر وفي غير مصر هي على أيدي العلمانيين. لا معلش، على أيدي العلمانيين. مفيش مجازر عند العلمانيين؟ قالوا علمانيين، مفيش مجازر. ليسوا الإسلاميين، السيسي أكثر تدينا مليون مرة من مصر. ودعاة الحضارة الآن ماذا يفعلون بمصر؟ بيقول اللي على كيفه. لا معلش بقى، لا أنا مصرية وما اقبلش ان حد يجيب بلدي كده. انا ماليش دعوه، والامه العربيه إيه؟ امه واحد إيه؟ انا ماليش دعوه، لا فرق بين لبنان ومصر. انا ليا دعوه ان احنا عملنا ثوره، وان الناس دي اذا كانت هي المشروع بتاعهم فشل في انهم يفرتكوا بلادنا ويخلوا ده. هو مش مرسي اللي قال لك، اللي كان معاه الراجل اللي طلع في الميدان وقال الرافضة على الشيعة، هو ده اسلام؟ ده اسلام؟ الإسلام إنك تدعو إلى سبيل ربك بس أنت تتهم المصريين اللي وقفوا بمحاربة الحجاب. أنت تتهم المصريين اللي وقفوا في ميدان التحرير ضد مرسي على أنهم غير ملتزمين؟ الذي وقف المسلمين اللي وقفوا ضد مرسي غير ملتزمين؟ الذين وقفوا في ميدان التحرير
مقابل مرسي واسقطوا حكم مرسي هم الانقلابيون والعسكر حركهم. ولكن الازهر كان معهم، ما كان معهم الازهر؟ بصي كان الازهر كل مصر رفضت كان معهم من مثلهم. بصي ولذلك نحن لنا موقف، ده كلام الاخوان، ده كلام مجازر. فين المجازر؟ قول لنا مجازر رابعة تشهد وحدة، كانت في رابعة كانوا بياخدوا الناس الحرية، من رسم رابعة يحبس دلوقتي. شفتي حد اتكلم على داعش اللي بتذبح الناس؟ شفتي؟ لا تكلمنا عنهم بس هيدا شفنا منكم، تكلمنا عنهم وكفرونا يعني. هيدا رد على كلمة سيدي، ما لكش دعوة. ربنا قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فلذلك سيبونا في حالنا. انت تركينا نلبس الحجاب وانت ما لك دخلة، انت عم تنشري معكس انت بتحجبينا. بس قلت نقطة مخيفة، قلت المجازر عم بتصير بالأماكن العلمانية بالأنظمة العلمانية، بس هذا مش مزبوط. بسوريا، عايز دولة دينية، بمصر، مش هيك؟ المجازر عم بتصير على ايد العلمانيين يعني؟ الذين يرفضون الإسلام السياسي. إيه ده؟ نعم. لا هيدا لا هيدا ما بعرف أي مجازر. الذين رفضوا الإسلام السياسي. لا ده جاي وهي الرئيس بشار الأسد. داعش مسلمين أو غير مسلمين؟ شوف يا أخي. داعش مسلمين أو غير مسلمين؟ مش هيرد. داعش؟ نعم. كفرونا داعش. ومن أنشأهم ومن أنشأ داعش؟ هل هن علمانيين؟ خلينا نقرأ من أنشأ داعش. بس الجملة مخيفة يعني. بس خلينا نحكي في شغلة قال الأستاذ شريف، نحن صار لنا 40 سنة نعيش التخويف. نعم هو كده، هو زي ما انت شايفة هو انقلابيين، مجازر. تصوري مجازر، انا كنت جاي انا شفت شهيدها العالم، انا ما شفتش مجازر وما شفتش الكلام اللي قاله مرسي العظيم ده، اللي قاله له يمكن في السر، قاله له في التليفون. احنا شفنا ان احنا بنتدهور، وشفنا ان احنا مفيش حاجه ماشيه، وقال لك الواد عاشور بتاع مش عارفه الجيزه ولا مش عارف ايه بيقطع السكينه ومش، وقال لنا كلام لا يقال يعني. مهدده حضرتك؟ مهدده مين حضرتك؟ ما يهمنيش انا، مهدده لن يصيبنا الا ما كتب الله. عن شر؟ انا بسمع شتايم بذيئه عمري ما سمعتها من حط الطبقات اللي في العالم، بسمعها منهم على اساس ان هو ده الاسلام. ووريك الفيسبوك بتاعي. الشتيمة جزء من محاربة العلمانيين؟ لا، ليس باللعان ولا بالطعان. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس باللعان ولا بالطعان. نحن ندعو الناس إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ونقف في كل من في كل من يحارب ديننا. المكرهة تلجأ إليك هلأ لتقدر تصلح وضعها؟ كذا حالة كذا حالة اجتنا نحن، واجت تحكي المرأة وتقول والله انه انا بدي كذا كذا، نحاول نقنعها، انا اعطيت دروس. طب اذا لم تقتنع شأنها، امرها الى الله، ليس شأننا. نحن لسنا ننفذ امر الله عز وجل، لا بعقوبتي، العقوبة عند الله سبحانه وتعالى وليس عند البشر. رجل الدين ليس على حق بكل الاوقات يعني بدون نقاش. جل من لا يخطئ، بشر يصيب ويخطئ، لا العصمة عندنا. بس ما بيقول لك انه اعملي خير قلبك بهذه المسألة اذا انت غير مقتنعة. لا، نبين لها الحكم. ما قلنا اذا لم تقتنع، ما قلنا يا فضيلة الشيخ اذا لم تقتنع شو هو الحل؟ اذا لم تقتنع بالقران. نعم. او بالحكم الشرعي، هذا امر هي خرجت عن هذا الدين لانها كفرت. خرجت عن الدين، كفرت من الدين. إذا لحظه شو، علما بان خليني اوضح صوره، وفي علماء اهم منه 100 مره. خليني اوضح صوره احسن حتى اوضح الصوره. اذا قالت، اذا انت تكفرنا لنا اذا مش حاطين كمان حجاب. لحظه شو، طبعا اذا انكر الإنسان، وهذا قاعد يعلمها القاسي والداني، إذا أنكر ما هو صريح في القرآن، يعني رجل قال الصلاة ليس بفرض الآن، متى اللي عصرت؟ عم بحكي عن الحجاب لأنه نبي عن قناعة. إذا قال الحجاب ليس فرضا فهو كفر. طب هل نحن كافرات هلا؟ هل نحن كافرات؟ أنت تنكر الحجاب أم لا تنكر؟ أنت لا تنكر الحجاب وقناعة. ولكن أنا لست مرتدي، أنا مخالف ولكن لست كافرا.